معكم فيصل محمد العمودي من دولة كينيا من مدينة ماليندي. وفي هذا العام 1443 الموافق 2021 سوف تحتفل العالم بميلاد الجديد للدعوة في الإسلام. تتمثل هذه الدعوة في شخصية مرموقة حيث أخلص نيته نحو نشر الدعوة في الإسلام، وهذه النية الصالحة المصبوغة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة سنته صلى الله عليه وسلم، وهو شيخنا الجليل العلامة الفقيه الداعية إلى الله حبيبنا وشيخنا وسيدنا محمد إلياس القادري، المتمثل في شخصيته وأيضا المتمثل في مؤسسته، لأن بعض الدعاة يقدمون الكثير في نشر الدعوة لكن بصفة شخصية فردية، إلا أن هذا العالم الجليل تميز على أنه قدم الدعوة بصفته الشخصية الفردية المؤثرة وأيضا بمؤسسته التي انطبعت فيها كل الخير، واستطاعت هذه المؤسسة من خلال 40 عام أن تقدم ما يفوق ما يقدمه الناس 400 أعوام. الأعمال كثيرة والخيرات كثيرة، سواء في المجال الدعوي أو في المجال الخيري، وتميزت هذه الشخصية في أنه استطاع أن يستفيد من التقنيات الموجودة، ولهذا عندهم القناة الفضائية، قناة المدني. فهكذا الداعي دائما يحتاج أن يستفيد بكل ما يحيط وبكل ما هو يمكن أن يستفيد منه نحو خدمة الإسلام، وقد تم ذلك. نعم، هذا الشخص لم يصل إلى أماكن كثيرة في العالم لكن قلبه وصل، محبوه وصلوا، دعوته وصلت، نيته وصلت في كل مكان. فنحن الآن نتكلم عن شخصية جددت ملامح الدعوة. فنحن كنا نتكلم عن الصحابة ونتكلم عن التابعين ونتكلم عن الشخصيات القديمة حتى تقل الهمة، همتنا تقل على أننا لا نستطيع أن نفعل ما فعلوا، لكن بظهور مثل هؤلاء العلماء والدعاة يشجعنا ويعطينا أمل على أننا نستطيع، لكن عندنا نوع من الإهمال وعندنا نوع من قلة الهمة. لكن من علت همته قدمت الخير الكثير مثل هذا الشخص العالم الجليل. فنحن اليوم نهنئ إخواننا في مركز الدعوة الإسلامية بكل ما قدموه للأمة الإسلامية داخل باكستان وخارج باكستان. فنحن نرى ملامح نورانية في كل بلدة نزورها، نرى لمسات وآثار في واقع الأمة بما قدمها مركز الدعوة الإسلامية. فنأمل من الله تعالى أنه بعد 40 سنة سيكون ما سيقدمه أكثر فأكثر، كما أن الأنبياء يوحون بعد 40 سنة، فنحن نتوقع بعد 40 سنة سيكون هناك تجديد
وقفز في الدعوة الإسلامية في العالم كلها بحيث لا يتصوره الناس. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، ونسأل دعاءكم يا شيخنا الجليل، فنحن في فقر في العلم، وفقر في العبادة، وفقر في الهمة، وفقر في كل شيء، فنحن في ظلام دامس. نسألكم أن تدعوا لنا حتى تنفتح لنا الأبواب نحو خدمة طريق الأحباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.